الجزائر مباشر فضاء الأخبار والأحداث على الإخبارية وعينك على الخبر والحدث. الحدث اليوم تنصيب لجنة الخبراء العياديين للصيادلة الجزائريين لتنظيم مراحل إنتاج الأدوية في الملف الصناعة الصيدلانية أو تطوير الصناعة الصيدلانية، تنويع للاقتصاد الوطني وضمان للأمن الصحي. ودوليا أزمة دونباس تعيد موسكو وكييف إلى واجهة نزاع الحدود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما جاء ذكره إذن في العناوين، الحدث مرتبط بتنصيب لجنة الخبراء العياديين، حيث شهدت أروقة المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أمس أشغال ملتقى حول الصناعة الصيدلانية، الاستراتيجيات والتحديات ومراسيم تنصيب لجنة الخبراء العياديين التي تضم إشراك جميع الفاعلين من أساتذة جامعيين وأطباء وباحثين وخبراء في جل التخصصات الطبية المرتبطة بالمواد الصيدلانية وذات كفاءات في المجال العلمي والعيادي. يذكر أن اللجنة طبعا تتكون من 234 عضوا مكلفين بإبداء الرأي حول الفائدة العلاجية والفعالية وعدم الضرر لأي منتوج صيدلاني، وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى القيام بإصلاحات جذرية في قطاع الصناعة الصيدلانية. قطاع الصناعة الصيدلانية التي تعول عليه الحكومة إلى أن تكون رافدا آخر من روافد تنويع الاقتصاد الوطني. الملف في الجزائر مباشر بعد الفاصل. الجزائر تتبنى مسعى جديد لتوطين صناعة الأدوية، وذلك بتشجيع مؤسسات الإنتاج المحلية الحكومية والخاصة، وتنتهج استراتيجية ومقاربة لتقليص فاتورة الاستيراد وفتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية. ولا يتأتى ذلك إلا بضبط وتنظيم السوق وكذا مرافقة الإنتاج، إنتاج الدواء في كل مراحله. وسيلة بن بشي والتفاصيل في هذا التقرير. الجزائر تسعى لتطوير صناعة صيدلانية حقيقية من أجل ضمان الأمن الصحي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والحد من عبئها على ميزان المدفوعات، خاصة في إنتاج الكواشف، كواشف الموجهة إلى المخابر الطبية. من بين الكواشف اللي نخدموهم كاين سبيساليتي دو بيوشيمي دي مينو ايماتو جروباج فينوتيباج بلوس ليماتولوجي، نتجو كل ما يخص اقنعه جراحيه، اقنعه للوقايه، جل انتيسيبتيك اوسي، هي اللي عندها الطاقه الانتاجيه الكبيره كاع في الإنتاج المستلزمات الطبية. ساهمنا في حد من انتشار الكوفيد. من بين الإجراءات العملية إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق من أجل وضع سياسات عمومية تهدف إلى الوصول إلى منظومة حديثة متطورة. ومعها تم تنصيب لجنة خبراء عياديين لدى الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية قصد إشراك الأطباء والمختصين في القطاع للتحكيم العقلاني في إعداد خطط علاجية تتماشى ومتطلبات القطاع. كل الأدوية تخضع لنفس المقاييس الجودة كلها، سواء كانت أصلية أو جديسة. الدواء الجديس إذا كان لا ينريبون با معايير الجودة مش ممكن يكون متداول في السوق.
تشجيع الاستثمار المحلي للأدوية كان من بين الأولويات قصد تغطية حاجات السوق الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة مع جائحة كورونا التي فرضت توجهات جديدة أفضت إلى ضرورة تكييف المنظومة الصحية المحلية لمواكبة التحديات القادمة. وأي تحديات أمام الصناعة الصيدلانية التي هي مطالبة بتنويع الاقتصاد الوطني من جهة وتحقيق وضمان الأمن الصحي من جهة أخرى؟ ضيوف الملف الجزائر المباشر على التوالي الدكتور رضا بالقاسم رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير الأدوية وزارة الصناعة الصيدلانية. دكتور بالقاسم مرحبا، شكرا على قبول استضافة الجزائر المباشر. مرحبا بكم، مرحبا بمشاهدي الكرام. وأرحب كذلك بأحد الفاعلين في مجال الصناعة الدوائية في الجزائر، رئيس الاتحاد الوطني المتعاملين في الصيدلة السيد عبد الواحد كرار. سيد كرار، شكرا أيضا على قبول استضافة الجزائر المباشر. مساء الخير. مرحبا. دكتور بالقاسمي، كيف نحقق هذه المعادلة؟ كيف نحقق هذا التوازن بين هذه الثنائية، تنويع الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الصحي المطالب بها الصناعة الصيدلانية اليوم؟ اليوم قطاع الصناعة الصيدلانية هو قطاع ليشهد تحديات كبيرة، وبرنامج السيد رئيس الجمهورية يعول كثير على الصناعة الصيدلانية، لهذا استحدث قطاع وزاري كامل للصناعة الصيدلانية. قطاع الصناعة الصيدلانية اليوم لازمه يخلق ثروة، ولازمه يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يخص المنتجات الصيدلانية. لازمه أيضا يكون قطاع ذو قيمة مضافة، لأنه قطاع الصناعة الصيدلانية أيضا يوفر شغل، عنده أيضا إعكاس على المستوى الاجتماعي. أيضا لازم قطاع الصناعة الصيدلانية هذا يتكيف مع الظروف الراهنة. اليوم أيضا لازم نتحرر من فاتورة المحروقات، لازم نكيفوا هذه المعادلات كامل باه نكونوا خالقين للثروة، باه نكونوا بقيمة مضافة، باه نحققوا الاكتفاء الذاتي. وهذا بكل من التزامات السيد رئيس الجمهورية، وبهذا استحدث يعني دائرة وزارية كاملة، وهو يعول عليها كثيرا لتحقيق هذه المعادلات. نعم، تحقيق هذه المعادلة وفي نفس الوقت حتى تحرير المبادرات. سيد كرار، كيف نحرر هذه المبادرات يعني فعلا من أجل بروز صناعة صيدلانية وطنية حقيقية؟ احنا نبدأ ولا سمحت بالأرقام. تفضل. عندنا الأرقام الأخيرة تاع الصناعة الصيدلانية لسنة 2020 الثلاثي الثالث، ومع الاستئثار لنهاية السنة لحقت الصناعة الصيدلانية، وماشي احنا اللي نعطيو الأرقام، يعني شركة عالمية اسمها آيكويفيا، يعني الجزائر اليوم بالشيفر دافير لحقنا نغطيو 63% من الاحتياجات تاعنا، وبعدد العلب بالكميات يعني اليوم 78% راهي مغطية بالصناعة الصيدلانية المحلية. يعني هذا الأرقام يعني ما كاش كثير بلدان حتى اللي بداوا الصناعة الصيدلانية في الخمسينات كما مصر ولا كما الأردن ولا كما الجيران تاعنا ما يديروش هذا. يعني رانا نصنعوا أكثر من 2 مليار دولار جزائري. هاد 2 مليار دولار اللي رانا نصنعوهم في المواد الأولية ممكن رانا نشريو 400 ولا 500 مليون دولار باش نصنعوا 2 ملايير دولار. هذه هي القيمة المضافة اللي راهو يتكلم عليها الدكتور، وهذا يعني هذه ثروة، هذه القيمة المضافة رانا نديروها في الجزائر، رانا نخدموا جزائريين، شبان جزائريين يتخرجوا من الجامعات، رانا نكونوا عمال للصناعة الصيدلانية. يعني كاين خدمة كبيرة تندارت هذه 10 سنوات الأخيرة، وما راش نقولوا باللي خلاص، يعني مازال طريق طويل، طريق طويل باش كيما قلت يعني نديروا ديفرسيفيكاسيون تاع تنويع تاع الادويه اللي رانا نصنعوا. وهذا التنويع جوستومون عندنا 3 سنين، وحنا حابسين هذا لي كوميسيون تاع لي زيكسبير كلينيسي عندهم 3 سنين ما اجتمعوش من 2018 يعني من 2000 من اكتوبر 2018. يعني المصنعين يعانيوا من هذه المشكله، والحمد لله اليوم وزاره الصناعه الصيدلانيه راهي دارت هاد لي كوميتي دو سبيسياليست اللي يقدروا احنا ننتظروا منهم يعني يروحوا. أي أهمية لهذه اللجنة؟ أي أهمية في حلقة صناعة الدواء في الجزائر وفي هذا التوقيت بالذات يعني وبالتحديد؟ أهمية كبيرة، لأنه اليوم رايحين يدرسوا يعني ملفات وطعونات عندهم 3 سنين هم ينتظروا، لهذا احنا رانا نستناو يعني يدرسوهم
رابيدمون باش يكونوا عندنا اجوبه للاسئله تاعنا نوعوا. وهذه الادويه اليوم راهي الجزائر يعني راهي تستورد فيها، لهذا الاورجونس هذه يعني. وثالثا نقدروا ثاني نجوزوا، كاين ادويه كثيره راهي غير في المستشفيات يعني مسجله غير المستشفيات، باش نوسعوها وتكون في الصيدلينيات وتكون يعني في متناول المواطنين. نعم. لهذا يعني عندنا عمل كبير راهو ينتظر فينا وينتظر في هذا لي سبيسياليست لي كوميتي ديكسبير. انت تحدثت عن لجنه الخبراء قبل ان اتي نتحدث عنها دكتور بالقاسمي، اريد ان ربما نشرح الغايه من تنظيم ملتقى الصناعه الصيدلانيه، الاستراتيجيات والتحديات الذي نظم امس بالمركز الدولي عبد اللطيف رحال بالعاصمه. نعم، هذه الفعاليات هذا الملتقى ما عندهاش أهمية واحدة اللي هي تنصيب الخبراء، ولو أنه تنصيب الخبراء هو كال يعني الحدث الرئيسي. نعم. تنصيب الخبراء كما قال سيد كرار هو يهدف إلى معالجة يعني ديروتار كما يقولوا اللي كانوا قدم في تأخير يعني في معالجة ملفات. نعم، تأخير في معالجة ملفات. هذا الخبراء يبديوا الرأي حول فعالية هذه المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، أيضا يدرسوا التراخيص المؤقتة اللي تقدر تقدم أيضا في هذا الخصوص. كما كنت أشرت قلت لك هناك أيضا أهميات كبرى هي التقرب من الفاعلين وخاصة الأطباء. احنا السيد وزير الصناعة الصيدلانية اغتنم فرصة تنصيب الخبراء هذه باش يشرح باللي الوزارة جدالة الصناعة الصيدلانية تتقرب من الأطباء والعمل المشترك معهم في هذا الإطار وفي إطارات أخرى سنأتي ربما لذكرها. أيضا من الأهمية الكبرى أنه هناك تنصيب عدة لجان إقطاعية دونك اقتصادية، لجان المصادقة على المستلزمات الطبية، لجنة الخبراء هذه. دونك هذه اللجان تسجيل دونك كانوا كاينين مشاكل، الناس ما كانتش فاهمه مليح كيفاش الاجراءات اللي اتخذوها. هذا الملتقى كان سبب باش نقرب وجهه نظر الجديده والاستراتيجيه الجديده لقطاع الصناعه الصيدلانيه في هذه المواضيع بما فيها حتى رفع العراقيل المطروحه امام المستثمرين اليوم في المجال. نعم. نعم، كيعودوا كاين هما عراقيل في هناك ورشات يعني كانت كاينه هما يطرحوا العراقيل تاعهم، وهذه الورشات خرجت بتوصيات في اطار هذا حل مشاكل هذه العراقيل. نعم. سيد عبد الواحد كرر، اي عراقيل تقف اليوم امام هؤلاء المستثمرين الذين يريدون فعلا ان يقدموا قيمه مضافه لقطاع الصناعه الصيدلانيه في الجزائر؟ كاين وبصراحه بصراحه كالعاده. نعم. الحاجه الاولى لازم نقولوا باللي وزاره الصناعه الصيدلانيه اليوم ويعني بكل يعني بكل صراحة جات حلت مشاكل كثيرة كانت متواجدة وتراكمت ثلاث سنوات الأخيرة. هذه اليوم كاين تسعة مراسيم ناف ديكري خرجوا في مدة قصيرة جدا، كاين ناف آريتي خرجوا، كاين واحد أخرين رام في طور الإنجاز. اليوم رام يسقسيونا يعني رأينا وراينا مرات ياخذوه بعين الاعتبار. هذه ما صراتش، انا عندي اكثر من 25 سنه في الصيدله يعني كانت ان كونسيرتاسيون هكذا برك دو فاساد استشاره افتراضيه باش نقولوا قال انا نهضروا معاهم وباش يسكتونا شويه. اليوم راهم ياخذوا راينا وحنا رانا في الميدان، يعني اللي يقدر يتكلم لهم على الميدان واللي يقدر يعطيهم راي الناس اللي راهم في الميدان. اليوم مشاكل تاعنا خارجة على الصناعة الصيدلانية، لهذا يعني التناسق بين وزارة الصناعة الصيدلانية والوزارات الأخرى لازمة. اليوم عندنا احنا منخرطين في الاتحاد الوطني للمنتجين في الصيدلة اللي رام ينتظروا لسياني، رام ينتظروا باش لسياني يجتمع. اليوم كاين ثاني منتجين راهم ينتظروا باش يعني لي فاسيليتي الامتيازات تاع لوندي يعطيوها لهم، والقانون هو اللي خول هذه الامتيازات، لكن منتجين يعني دي انفستيسور ينتظروا باش الوكاله الوطنيه لتطوير الاستثمار تعطي لهم حاجه تخولها القانون.
اليوم كاين مشاكل كثيره للتصدير، ممكن نتكلموا عليها من بعد. اليوم كاين تمييز تاع الصناعه الصيدلانيه، يعني لي ديبونس دو بروموسيون، مجال التسويق يعني لا لا لي ديبونس دو بروموسيون، يعني اليوم كاين مشاكل جبائيه، يعني الصناعه الصيدلانيه هي الوحيده من الصناعات كلها في الجزائر اللي ما تقدرش تصرف اكثر من 1% تاع الشيفر دافير تاعها. لماذا هذا التمييز تاع الصناعه الصيدلانيه من بين كل الصناعات؟ هذا يعني يبقى سؤال مطروح. اليوم مصدرين، اليوم رانا يعني نصنعوا اكثر من 2 ملايير دولار، عندنا يعني اكثر من 50% تاع الطاقات الانتاجيه مازالها فارغه، يعني عندنا اكثر من 100 منتج، عندنا طاقات ومؤهلات بشريه وما يعني ماديه كثيره باش نصدروا، لكن اليوم رانا نصدروا 5-7 ملايين دولار في السنه، يعني حاجه ضئيله جدا. وعلاش؟ لانه كاين مشاكل للتصدير. لهذا نتكلم على التصدير درك ولا لا كاين نقطه نربطها بعد، يعني انا اريد ان اسال السيد، اسالك ايضا سيد كرار قبل ان نبقى يعني في هذا المنحى، دائما منحى الحديث عن ما المكاسب التي اتت بها او اتى بها استحداث وزاره للصناعه الصيدلانيه. هل ترى سيد كرار انه بانشاء الوزاره المكلفه بالصناعه الصيدلانيه تمكننا من تغطيه اكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنيه من الادويه، او امتد نشاطها ايضا الى نطاق اخر غير ما ذكرت؟ اليوم كما قلت لك يعني باش نلحق ونغطيه 63% تاع الاحتياجات الوطنية، هذا عدد كبير. زدنا يعني كي تشوف أزمة كورونا هذه، يعني الجزائر كانت الحمد لله كنا نصنعوا تقريب كل الأدوية وكل الماسك، يعني كل ما يخص كفاح كورونا كنا نصنعوها في الجزائر. يعني أنا نطلب من الجزائريين يروحوا سير انترنت ويشوفوا شكون هذو البلدان المستلزمات الطبية المنتجات، المستلزمات الطبية، لي ماسك، لي غون، يعني حوايج كثيرة. وراهم يعني نقارنوا نفوسنا ببلدان كيما حنايا اللي عندهم مستوى كيما حنا، واش صنعوا هما واش صنعنا حنا، ونقارنوا نفوسنا ونشوفوا باللي الجزائر اليوم الحمد لله ممكن عندنا يعني ديزانسوفيزونس في جوايه واحد اخرين، لكن في الصناعه الصيدلانيه يعني قاومنا الازمه هذه بالوسائل تاعنا، يعني بالوسائل الداخليه تاعنا وباللي ريسورس يمان يعني تاعنا، ماشي والازمه هذه بينت لنا. يعني انا كي نشوف جزائريين ما يحبوش يعني ياخذوا دواء جزائري، انا نفكرهم باللي كي صارت هذه الازمه هذه، يعني كل البلدان تغلقت على نفسها، اللي كان يصدر مواد لماتير بريمير، المواد الاوليه، المواد ما حبوش، وكل كل البلدان تكلت على نفسها وتكلت على القدرات تاعها، حاله طوارئ صحيه او طبيه. هذا الحال الطوارئ تقدر تزيد تصرا في المستقبل، يعني الصناعه الصيدلانيه بينت في هذه الحاله انه يعني كانت في الموعد وقابلت هذه الأزمة كورونا يعني بكل وسائل. وهذه يعني درس لكل الجزائريين، يعني تطلب منهم التفكير باش يخموا يقول لك لا أنا ما نديرش الدواء الجزائري، نروح نستعمل دواء أجنبي. كي تزيرت كان غير الدواء الجزائري اللي كان موجود. هل بالنظر يعني لما ذكر سيد كرار هي أهم المواد الصيدلانية التي تم إنتاجها محليا خاصة في ظرف الجائحة دكتور بالقاسم؟ نعم، الشيء اللي تفضل به سيد كرار شيء مهم جدا، أنه في خلال هذه الجائحة كورونا لاحظنا باللي المنتجين المحليين توجهوا لصناعة الكمامات، توجهوا لصناعة حتى لتست بي سي ار ولتست أنتيجينيك، في وقت وين كانت هناك صراعات دولية صناعات على اعلى مستوى، حروب مخفية دولية، حروب خفية باش يحصلوا على الكمامات. اليوم الحمد لله رانا الكمامات راهي تصنع، وهناك منتجين راهم مهتمين بصناعة التست بي سي ار والتست انتيجينيك هادو لتشخيص مرض كورونا، وهناك ايضا تدعيم الانتاج المحلي في المقاربة الجديدة للصناعة الصيدلانية. اليوم المنتجين المحليين من خلال الاجراءات اللي وضعتها جديدة وزارة الصناعة الصيدلانية هناك تدعيم يعني فعلي على أرض الميدان المحلية. نعطيك على سبيل المثال في إجراءات اليوم تحديد أسعار الأدوية
هناك ما يسمى بنسبة الإدماج لطوط انتجراسيون يعني المنتجين المحليين اللي راهم يديروا إدماج كبير يعني راهم مدعمين حتى في الأسعار نتاعهم في الأدوية في السوق وفي الإجراءات في الإجراءات باش يوضعوا هذه الأدوية في السوق. هناك مقاربة جديدة يعني فيما يخص التصدير أيضا من بعد نتكلموا هناك أيضا مقاربة جديدة يعني احنا باش نعودوا ديما على ماذا تنبني هذه المقاربة؟ إتيان هذه الاستراتيجية بالنظر مثلا مجال الشراكة حتى في مجلس الوزراء، أحد مجلس الوزراء طبعا قبل يعني أسبوعين أو ثلاث أسابيع إن لم تخن الذاكرة تحدثنا عن ضرورة التوجه إلى الشراكة مع هذه الدول الرائدة والبلدان الرائدة في مجال صناعة الدواء. أين وصلنا يعني في هذه النقطة بالذات؟ يعني في مجال يعني الشراكة مع الدول المصنعة احنا مهتمين خصوصا يعني بالأدوية المبتكرة وبانتقال التكنولوجيا إلى الجزائر. نعم. واش يكون هناك تصنيع محلي 100% للأدوية المبتكرة على المستوى العالمي تكون هنا مصنعة محليا، وأيضا حتى شراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات باه يخدموا هنا وحتى يصدروا من عندنا دونك هذه مقاربة أيضا جديدة لوزارة الصناعة الصيدلانية. احنا يهمنا تكون هناك دواء ذو جودة على يعني معترف بالجودة وعلى المستوى العالمي، دواء مبتكر يقدر يكون عنده فعالية زايدة في بعض الأمراض يعني، وقيمة مضافة محلية كيكون دواء تكون شراكة مع شركة أجنبية يعني شراكة رابح مع شركة أجنبية هنا نربح أيضا انتقال تكنولوجيا لبلدنا ونعود أيضا نصنع دواء هدف أساسي اليوم هدف يعني أساسي تكنولوجيا في خدمة صناعة نعم باش نصنع أدوية مبتكرة على المستوى المحلي وبنسبة 100%. ماذا يبحث سيتكرر هذا المتعامل الأجنبي أو المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن السوق يعني في الصناعة الدوائية يعني. يبحث باش يربح الدراهم المتعامل الأجنبي استثمار لازم هذه الحقائق مرة نقولوهم للناس. نعم. يعني ما يجيش واحد متعامل أجنبي للجزائر باش على حاجة واحدة أخرى، يعني هو عنده عدة بلدان يقدر يستثمر فيهم، إذا خير الجزائر يستثمر فيها لازم يكون يعني الإقليم والإطار القانوني والمؤهلات، ويعني كاين حوايج كثير لازم تكون. لكن حبيت نرجع برك للإدماج هذا لو طو دانتيغراسيون، كنت نتكلم مع مدير صيدلة سابق يعني لبلاد شقيقة عربية، قال لي يعني فكرني برك باللي الجزائر هو البلاد الأول في العالم على حسب رأيه وعلى حسب رأي ثاني اللي دخل في الصناعة الصيدلانية هذه لطو دانتيغراسيون. احنا الأولين، عندنا سوق، عندنا ضمان اجتماعي اللي راهو يعني رمبورسي كاع الأدوية، يعني عندنا ديزافونتاج كومباراتيف. اليوم الجزائر بحقها تقول ولا حبيت تكون في السوق تاعي يعني تصنع الدواء تاعك للبلدان لازم دير لي شويه لا فالور اجوتي، شويه ادماج، لازم يفكري دي ريشاس في الجزائر. ما تقدرش تقول لي راني نصنع وتقعد تاخذ في السوق لكن ما ديرش ان فالور اجوتي لوكال. وحنا البلاد الاولى في الصناعه الصيدلانيه اللي دارت هذا الشيء واللي طبقاته في الميدان، راه مطبق عنده عدة أشهر اليوم. وش رانا ننتظروا من البلدان؟ وشير ميزة تاعه والفايدة تاعه؟ الفايدة تاعها أنه تخلق إن فالور أجوتي لوكال، يعني اليوم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني المحلي، القيمة المضافة اللي مطلوبة من الشركات اللي تصنع في الجزائر على الأقل 30%. يعني 30% راهي قيمة، وكاين اللي راهم يديروا أكثر، يعني تخلي 30% تاع سعر هذاك الدواء تخليه في الجزائر، يعني تخدم به ناس ولا تخدم به تخلص عمال ولا هذه حاجة يعني حاجة رائدة. الحاجة الثانية باش نرجع للسؤال تاعك، احنا واش ننتظروا؟ احنا اليوم كاين مواد كثيرة يعني نعرفوا نخدموها، أدوية كثيرة، كاين أدوية اللي اليوم ما نعرفوش نخدموها، كاين تكنولوجيا وهي تكنولوجيا تاع المستقبل كيما البيوتكنولوجيا كيما لا جينيتيك، كاين نقدروا نتكلموا عليها كيما لي فاكسان، هذو ما لازم لنا يعني دي جوينت فانشر مع شركات عالميه. حنا نقدروا نحطوا يعني في ميزان لا نيغوسياسيون يعني المفاوضات، يعني خصوصا المفاوضات مقابل يعني لا احنا نحطوا السوق تاعنا يعني راهي سوق كبيره ونقدروا حتى يعني نحطوا حوايج واحد اخرين كيما الضمان الاجتماعي كيما ونقدروا ثاني نخلصوا هذه التكنولوجيا. التكنولوجيا هذه تتشرى اذا حبينا، يعني احنا واش قلنا في الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدله
واليوم مالوروزمون ما نقدروش نديروها لأن القانون الجزائري ما يسمحهاش. نروحوا نشريوا شركات اللي راهي دير بيوتكنولوجيا في إيطاليا في إسبانيا في الولايات المتحدة، نروحوا نشريوها نشتري الخدمة يعني. نشريوها ومن بعد عامين ثلاث سنين من بعد نجيبوا تكنولوجيا الجزائر. اليوم يعني الجزائر لحقت ونقولها صراحة يعني لكل المتفرجين لحقنا ونقدروا يعني حتى البلدان إفريقية نعطيه التكنولوجيا، نقدروا يعني نديروا شراكات مع بلدان اليوم ما رايش تنتج في إفريقيا، نقدروا نديروا شراكات على أدوية خاصة نصنعوهم في الجزائر ليهم وهما يكونوا مشتركين فيها سي الكو ماركتينغ، نقدروا نعاونوا بلدان أخرى باش تصنع أدوية في بلادها، ما لازمش نكونوا نديروا كما داروا معنا يعني بلدان الغربية حياتهم كامل هما يبيعونا في أدوية وما فيش تكنولوجيا. احنا يعني مع بلدان إفريقية نقدروا نمدوا تكنولوجيا ويستفادوا يعني بالتجربة تاعنا في ميدان الأدوية. أين وصل التوجه نحو التصدير؟ يعني فتح ربما الكلام سيد كرار عن التصدير وخاصة نحو السوق الإفريقية الواعدة يعني. نعم، كما قلنا مقبل أنه في خلال 6 أشهر تمكنت وزارة الصناعة الصيدلانية من وضع إطار تشريعي يضم حوالي 17 قانون. من هاد القوانين أو النصوص التشريعية هناك تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، تنظيم الإدارة المركزية يضم مديرية كاملة للإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير. نعم، هذه المديرية تقوم بعمل جبار. المديرة السيدة الدكتورة أبو عبد الله هي مديرة الإنتاج على مستوى دائرتنا الوزارية، راهم يقوموا بعمل جبار باش يخدموا على تهيئة المناخ اللازم. أيضا نذكروا باللي هناك نص يتضمن تنظيم المؤسسات الصيدلانية. في هذه المؤسسات الصيدلانية راح نشاهدوا مؤسسة صيدلانية للتصدير، أيوة نوع جديد للمؤسسات الصيدلانية، مؤسسة صيدلانية للتصدير. أيضا تم اعتماد اليوم شركاتها كمختصة في التصدير أو ليس بعد؟ ما زال هناك، بعد راح يكون هناك مقررات تنفيذية معايير مقاييس شروط محددة، مقاييس شروط نعم لاعتماد هذه المؤسسات. أيضا من المقاربات التصدير أيضا كما تضمنا وقلنا بخصوص نسبة الإدماج المحلي فيها نسبة للتصدير، يعني يشجع المنتج المحلي أنه يصدر، تكون عنده نسبة إدماج مليحة اللي تطلع لطول داندي قراصو دا يطلع بنسبة التصدير. لو كان تشوفوا مقرر إجراءات اللجنة الاقتصادية لتحديد أسعار الأدوية تلقاو باللي لافورمول كما تاع نسبة الإدماج هذه فيها أيضا نسبة للتصدير. هناك أيضا عمل يعني مع قطاعات وزارية أخرى ومع قطاعات حول تهيئة ظروف مناسبة للتصدير، لأنه التصدير ما فيش قطاع واحد للصناعة الصيدلانية، فيه قطاعات أخرى لا بد تكون كاين هناك وسائل النقل، لا بد تكون هناك أيضا مراكز للتخزين. هل وضعنا تسهيلات وحوافز لتشجيع هناك هؤلاء للولوج إلى يعني محادثات جدية بين القطاعات الوزارية بهذا الخصوص، لأنه هو توجه كل الحكومة يعني للتصدير بخصوص قطاع الصناعة الصيدلانية أو قطاعات أخرى. ما يعني ما زال هناك يعني عمل كبير نقوم به لباش تكون هناك ظروف احسن يعني للتصدير. يعني لماذا السوق الافريقيه بالتحديد سيد كرر؟ بصوره خاصه السوق الافريقيه. السوق الافريقيه يعني في مجال حتى الدواء يعني. لا، السوق الافريقيه يعني كي نتكلموا ايكونوميكمون سوق ماشي فيها منافسه كبيره والاسعار ماشي عاليه. السوق الافريقيه احنا يعني اظن عندنا مسؤوليه تاع الجزائر في السوق الإفريقية باش نقدروا نساعدوا يعني بلدان اللي ممكن الدخل تاعها ماشي عالي، وتكون عندنا يعني نظرة استراتيجية. احنا في الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة تكلمنا حتى يعني هذه فكرة جزائرية نقدروا ندخلوا في البيوتكنولوجيا، يعني نديروا استثمار في البيوتكنولوجيا للجزائر، لكن مع الشراكة مع بلدان إفريقية، لأنه هذه الأدوية غالية بزاف. البلدان الإفريقية ومنها الجزائر ما رايش قادرة تتبع كل هذه المصاريف باش يعني المرضى تاعها يقدروا يتداووا،
وهذه الفكره يعني تشرف الجزائر وكان تاخذها بعين الاعتبار، ويعني نكونوا رائدين في افريقيا اللي نقدروا ناخذوا يعني شراكات مع بلدان عديده ونصنعوا ادويه بيوتينيك تكنولوجيه للافريقيين. لكن احنا كما قلت لك ممكن المره الاخيره، احنا اليوم عندنا شركات جزائريه راهي يعني مصادق عليها من طرف وكالات اوروبيه، وكالات صحيه اوروبيه. واليوم ما راناش نشوفوا غير افريقيا، رانا نشوفوا نقدروا نكونوا مصانع الترناتيف يعني البلدان اوروبيه. نقدروا اليوم كاين جزائريين راهم يبيعوا في كازاخستان يعني ما، لكن المشكل اللي كاين هو انه كاين مشاكل للتصدير. اليوم علاش رانا نصدروا في الادويه 5 ولا 7 ملايين دولار سنويا؟ لانه كاين مشاكل كبيره يعني اللي راهم يقاسيوا منها المصدرين. نعطيك المثال الاصغر يعني لفريد ميسيون، كي نروحوا باش نصدروا في كاش بلاد، المدير العام يعني في القوانين المدير العام تاع الشركه عنده 16000 دينار يوميا، ما يقارب 90 دولار 90 يورو. والتقني يعني عنده 10000 دينار ما يقارب 60 اورو. شكون الجزائري اللي يقدر يروح لاي بلاد يعيش ب 60 اورو في اليوم؟ يعني تخلص الاوتيل وتخلص الماكله تاعك وترونسبور وكل شيء. مستحيل. مستحيل. او سيد يعني بالقاسم يتكلم باسم وزاره الصناعه الصيدلانيه، يتكلم على جمله من التحفيزات ويعني مجموعه من التسهيلات للمستثمرين ولا المصدرين. هل تراها سيد كرر انها غير كافيه يعني ربما غير لسد هذا الطلب؟ او اليوم وزاره الصناعه الصيدلانيه ما راهيش في يدها هذا الشيء هذا، يا اولا وهي جديده يعني مازال ما يعني الشونتي كبير بزاف. لكن اليوم كي تحكم اليوم التصدير، كي نصدروا احنا نخلصوا لي ديليغي ميديكو ولا نخلصوا سيرفيس في الخارج، رانا نخلصوا تقريبا 30% تاع لي تاكس. يعني هذا غير معقول. احنا نخلصوهم ما كاش مشكل، بصح كيفاش نكونوا كونكورونسيال مع بلدان اخرى اللي راهي تبيع في افريقيا؟ هما ما يخلصوش 30% تاع لي تاكس، احنا نخلصوهم. كم يعني كم شحال يخلصوهم تاع هذه البلدان الاخرى يعني اللي تصدر افريقيا؟ عندك رقم هكا؟ البلدان الاخرى ما يخلصوش معفيه من ما كانش دي تاكس بيابل سور لي سيرفيس على ليترونجي. اليوم باش نبارتيسيبي ولا نافي دابيل دوفر في اي بلدان افريقيه يطلبوا لك تخلص الدواء ترونسبور الحقوق الجمركيه والدواء هذاك تلحقوا لهم للصيدليه المركزيه تاعهم. نعم. اليوم القانون الجزائري ما يسمحلكش تخلص لي دروا دوان ولا تخلص لو ترونسبور ولا لو ترانزيتير في بلد اخرى. يعني اليوم قانون الصرف الجزائري يعني لازم يتبدل ويتبدل بسرعه، يتاقلم يتكيف مع هذه الظروف الجديده يعني. ونقول الآن لك الان برز ما يسمى بقطاع صناعه صيدلانيه، وحتى ولا خذينا القرارات المليحه اليوم المشكل الكبير العدو الاكبر للجزائر اليوم وللصناعه الصيدلانيه والجزائر هو الوقت. ولا درنا حاجة نديروها في 10 أيام وهي لازم تندار في 3 أيام رانا خاسرين. لازم نديروا الحوايج خير من اللي يدير أقصر في أقصر وقت على واحد أخرين. نعم. تفضل سيد القاسمي، عندك إضافة يعني؟ مكملة يعني إضافة. نعطيك ميزة أيضا للسوق الإفريقية يعني. هي سوق إفريقية يعني قيمة المواد الصيدلانية فيها والمستلزمات الطبية يعني كم شيفر دافير هي حوالي 17 مليار يورو. هاد 17 مليار يورو ولا هاد لو شيفر مركز في عدد حوالي 60 و70% منه مركز في 4 أو 5 دول إفريقية. يعني لازم يعني نقدر نبداو كمرحلة أولى يعني نركزوا على هاد الدول يعني ولا التصدير لهاد الدول. ايضا هناك يعني كمكمل ايضا هناك مقاربه ايضا حاليا هناك عمل على مستوى الوكاله الوطنيه للمواد الصيدلانيه باش تكون هناك شراكات وتكون هناك كما نقول احنا اتفاقيات مع نظيرتها في الدول الافريقيه الاخرى، لانه لازمنا لو كان نصدروا يعني برودوي نصدروا ماده صيدلانيه او مستلزم طبي لازم يكون ايضا ذو جوده باش تكون الجزائر يعني عندها لاكسي تقدر تدخل لهذا الأسواق الإفريقية. هل الجزائر حددت قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية؟ هناك مشروع الآن مرسوم تنفيذي
لقائمة المواد الصيدلانية الأساسية. بعد هذا المشروع راح يكون هناك لجنة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية تضم خبراء. تضم خبراء تدرس حسب مرسوم تنفيذي للمواد الصيدلانية الأساسية. هناك يعني ديكريتير، هناك خصائص، باه يكون هناك مادة صيدلانية أساسية ولا غير أساسية. هاد يعني اللجنة تضم كثير من الخبراء، يعني يبديوا الرأي تاعهم، لأنه هاد قائمة المواد الأساسية الأهمية تاعها عندها أهميتين، عندها زوج أهميات كبار. الأهمية الأولى أنه وزارة الصناعة الصيدلية تركز بصفة خاصة على وفرة هذه الأدوية الأساسية، على وفرة هذه الأدوية تعنى بها بصفة خاصة. وهناك أيضا أهمية ثانية كما راك على بالك، وهذا يعني مقاربة على المستوى العالمي. على المستوى العالمي مش غير الجزائر، قائمة المواد الأساسية تعاونك وتوضح لك الرؤية فوش لازم تخدم على المستوى المحلي، وإذا ما كانش وش لازم تصدر تستورد عفوا. تكون عندك فيزيون، تكون عندك نظرة استشرافية، نظرة استشرافية. قال هذه أساسها، هذا أساسي، هذا أساسي، هذا يفكون ديما متوفر في السوق. إلا ما كاينش توجه الناس محليين لازم نروحوا للاستيراد. وحتى فيه ممكن فرض مراقبة دقيقة لأسعار المواد الصيدلانية المستلزمة والمستوردة والمستلزمات الطبية. فيه نقطة أيضا تنظيم القبل والبعد لبرامج الاستيراد الذي يتم على منصة رقمية. سنتحدث عن هذه النقاط وأخرى مهمة اليوم أيضا في حلقة الاقتصاد الوطني. نتحدث كيف نربط الجامعة بكل القطاعات هذه المنتجة والتي تخلق الثروة بما فيه قطاع الصناعة الصيدلانية. الوجهة ستكون إلى قسنطينة، جامعة قسنطينة طبعا، وتكوين الطلبة في مجال الصيدلة. التقرير لمالك درحمون. جامعة قسنطينة بإمكانيات جد متطورة في تكوين الطلبة، تعمل على مواكبة التطور الحاصل في مجال الصناعة الصيدلانية، وذلك من خلال تكوين عدد كبير من الطلبة من مختلف أنحاء الوطن. هنا رانا في جامعة في مجال بحث علمي، حاملين معنا مشاريع صناعية ذات أهمية كبيرة خاصة في المجال الصناعي والغذائي، وماذا بنا كنا نخلصوا الجميع نخرجوا نلقاو دعم. تكوين المورد البشري في الجامعة يمر على عدة مراحل يتلقى فيها الطالب العديد من الدروس، وأبرز مثال على ذلك هو مشاركتهم في إنجاز العديد من المشاريع المهمة خلال جائحة كورونا. درنا بزاف أنشطة ثقافية، وسيرتو درنا عمليات التوعية. درنا توعيات على مستوى الابتدائيات حيث وعينا حول خطر مرض كورونا، حول كامل مش فقط مرض كورونا، ولكن وعينا تاني على كامل الأوبئة أو الأمراض اللي كابابل ينتشروا في أميليو سكولاغ. نجمو نخدمو المادة الأولية ولا سكون أبل لا ماتيير بروميير، وهذا سي هذا سي كما نقولوا حنا ميدان نقص بزاف في الجزائر، ما عندناش عندنا كم ماده نجيبوها من الخارج. كون نجمو ديفلوبي هاد لاكس مع لي شيميست مع لي بارتنير، كنقولوا حاجه مليحه. مدينه الجسور المعلقه من الولايات الرائده في صناعه الادويه في الجزائر، لكن ذلك لم يكن وليد الصدفه، بل بفضل ما تمتلكه من مرافق جعلت منها معادله كامله في الصناعه والتكوين. نقطة أهمية التكوين مهمة جدا سيد كرار، كيف يمكن أن تكون الجامعة يعني هذا الملاذ، ملاذ هذه الكفاءات خاصة الشباب يعني في مجال الصناعة الدوائية أو صناعة صيدلانية. اليوم العلاقة بدأت، اليوم كاين شركات راهي تتعامل مع الجامعات، والحمد لله كاين الإطار القانوني، خاطر الإطار القانوني مهم جدا يعني باش نتعاملوا، لأنه فيه يعني دي فلو احنا نخلصوا الجامعة باش تعملنا ديزيتود اليوم العامل، لكن نقدروا نعملوا أكثر بكثير. والاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة يعني قرر يعمل يوم في السنة، وهذا اليوم يعني نطلبوا من لي بورتور دو بروجي اللي عندهم مشاريع في ميدان الصيدلة وحتى في ميدان النباتات
باش يجيو يقدموا المشروع تاعهم، حنا نعاونوهم يعني باش يعطيو له صيغه ماليه ويعني علميه ويجيو يقدموا قدام يعني كل المنتجين والبنوك وليزاسيورونس، وهذا يعني رايح يمد يعني يمد الفرصه لكل من طالب اللي عنده مشروع ولا المتخرج اللي عنده مشروع باش يعني يقدموا وممكن كما نقولوا يبيعوا يفاليدي. درك الخدمه اللي راهي تخدم مع يعني ممكن الجزائريين اللي يسمعوني اليوم ممكن ما يمنوش واش نقول لهم، لكن كاين خدمه كبيره راهي تعمل مع الجامعات. رانا نعملوا مع جامعات كيما بليده، كيما جامعه هواري بومدين، كيما البوليتيك، كيما ليكول سوبيريور دانفورماتيك، وكاين يعني دي كونفونسيون، وما راناش نصرفوا في المضارع، يعني رانا نديروا حوايج درناهم في الماضي. كي نتقلموا ما نقولوش رايحين نديروا، قولوا درنا. يعني كاين دي برودوي، كاين دي سيغمو اناليتيك خرجوا من التعاون مع الجامعات. واليوم كاين انا عندي علم يعني بمشاريع اللي راهي في طور الانجاز ما نقدرش نتكلم عليها، لكن مشاريع اللي عارفين منه شهر اكتوبر تكون عندنا النتيجة يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا شهر سبتمبر. ويعني اظن يورا دو بون سيربريز باسكو كاين الجزائر يعني بلاد اللي الي ريش اون برودوي ناتورال، وعندنا اليوم يعني لا شونس نقدروا نديروا استخراج مواد اوليه طبيعيه اللي هي غاليه في السوق العالميه نقدروا ننتجوها في الجزائر. كاين مشروع انا نقدر نتكلم عليه هذا يعني فات يعني في مسيلة، كاين وحده متخرجه جات قالت لنا نقدر نخدم لاكابسايسين. لاكابسايسين استانونتي انفلاماتوار اللي خرجوه من الفلفل الحار واللي يديروه كوم ان كريم اونتي انفلاماتوار اكزيست في الخارج. الجزائر تقدر يعني الحمد لله عندنا مساحات كبيره نقدروا نخدموا لالوي فيرا. اليوم كي تشوف لي شامبوان، تشوف لي دونتيفريز، تشوف حتى لالوي فيرا بيفاب، هذاك المواد الاوليه رانا ننشروها بالعمله الصعبه، واليوم نقدروا نخدموها في الجزائر، نوفروها محليا، نوفروها ويعني نقدروا نخدموا طلبه متخرجين يعني نديروا مناصب عمل، ونقدروا ثاني نوفروا العمله الصعبه ونقدروا نصدروا هذه المواد الاوليه الطبيعيه. لهذا يعني الجامعه هي المنطلق الاول اللي لازم كل يعني توت لي زاندستري يبداو به. ما هي خصوصية كل الصناعات تبدأ من هنا؟ يعني كل الصناعات بما فيها الصناعة الصيدلانية، دكتور بالقاسمي، ما هي خصوصية انفتاح وزارة الصناعة الصيدلانية على الجامعة؟ وزارة الصناعة الصيدلانية يعني لو كان تشوف حتى فعالية المؤتمر البارح يعني فيها شباب، إطاراتها كامل إطارات شاب، منها حتى أساتذة جامعيين، وعندنا حتى الطلبة راهم معنا يعني في دي ستاج كما يقولوها، ويعاونوا يعني في الإدارة المركزية ويخدموا معنا ويهزوا في الخبرة، وحنا يعني رانا منفتحين على هذا الشيء. نقدر نزيد نقول لك الانفتاح ممكن هو ينساه في لي زيتابليسمون فارماسيوتيك، هذا القانون الجديد اللي خرج، مؤسسات صيدلانية، المؤسسات الصيدلانية اون ستارت اب يعني جامعيين تخرجوا وعندهم فكره، خاطر ما لازمش نخترعوا حاجه تكزيستي ديجا في العالم راهي تصرى هكذا، حاجه منفرده يعني منفرد. واحد يتخرج عنده فكره جديده يقدر اليوم يكون عنده اغريمون تاع ايتابليسمون فارماسيوتيك، وهي شركه ستارت اب اللي تعمل لا ماشي الصناعه، تعمل لا ريشيرش، البحث يعني تعمل البحث والتطوير. تقدر تكون عندها ستاتيو ديتابليسمون فارماسيوتيك وتجي تشوف يعني مصنعين ولا تشوف بنوك ولا تشوف حتى ناس دي زانفيستيسور. يعني اذا نفهم هنا انه اطار مؤسسه صيدلانيه لا يختص فقط بالصناعه الصيدلانيه، ممكن ان يكون مجال البحث، مجال تطوير دراسات ننفع بها صناعه صيدلانيه. ولهذا يعني الجامعيين وحتى لي بروفيسور منا لازم يعرفوا هذا الشيء، يعني حتى لي بروف اللي راهم عندهم فكرات عندهم افكار يقدروا اليوم يحلوا ستارت اب ويبيعوا الفكرة تاعهم ويعاونوا بلادهم ويعاونوا نفوسهم تاني. نعم.
جيد. نتحدث عن عالم المؤسسات الناشئة وحديث عن مجال الرقمنة. دكتور بالقاسمي، حتى منصة رقمية للتبليغ عن حالات الندرة في الأدوية وطرح كل الإنشغالات المتعلقة بها، أعتقد تعتبر أيضا مكسب لا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام. نعم. هل من توضيح يعني عن هذه المنصة الرقمية؟ نعم، هذه المنصة الرقمية وزارة الصناعة الصيدلانية عدتها همزة وصل بينها وبين المواطنين، لأن وزارة الصناعة الصيدلانية اليوم المقاربة تاعها اليوم موش العزلة، ماناش وحدنا، لازمنا نتقربوا من المتعاملين ولازمنا نتقربوا من المواطنين. المواطنين أيضا لو كان كما يقولوها ما يصيبوش الأدوية تاعهم والله يقدروا يبعثونا، قال ما لقيتش الدواء الفلاني في البلاصة الفلانية، والله حنا نقوموا يعني بالدراسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية ونتقربوا ليه، نعيطوا له ونجاوبوه على لابوات ميل، نوجهوا المريض هذا. أيضا هذا لابوات ميل مش يعني للمواطنين وللمتعاملين، أيضا للمتعاملين أيضا اللي يقدروا يبلغوا على الأدوية اللي ما يصيبوهاش، يقدروا يبلغوا على بعض المعاملات اللي نقدروا نقولوا غير قانونية اللي تقدر تكون كاينة في السوق. الموزع الفلاني ما لقاش الدواء الفلاني عند المورد، والله المورد مد الدواء الموزع والصيدلي ما لقاش الدواء عند الموزع، والله هذا النوع اللي يقدر يعني هذه المشاكل التقنية. هذه المشاكل ماذا التقنية. عن المنصة الرقمية في مجال التقييم القبلي أو البعدي لبرامج الاستيراد التي نعم. تتم أيضا عبر المنصة؟ نعم، هناك أيضا إذا سمحت لي تفضل. من المنصة الرقمية أيضا هناك أيضا همزة وصل ثانية اللي هي المرصد الوطني، ربما نتكلم عليهم بعد، هو المرصد الوطني لليقظة لتوفر المواد الصيدلانية. هذا أيضا يضم أيضا الفاعلين ويضم أيضا الأطباء، الأطباء اللي يعطيونا رأيهم يعني على الأدوية اللي تقدر تكون ناقصة في السوق، نعلمهم حنايا بالأدوية عن طريق التحيين الأدوية المتوفرة في السوق باش هما يوصفوا أدوية متوفرة للسوق للمريض، المريض كيروح يلقى الدواء. كلها يعني مقاربات جديدة لوزارة الصناعة الصيدلانية فيما يخص يعني توفر الأدوية، فيما يخص حتى الاستجابة لما يريده المواطن، الاستجابة لما يريده. تحدثنا عن تحقيق الأمن الصحي، هذا هو الأمن الصحي يعني نوفر الدواء للمواطن. اليوم وزارة الصناعة الصيدلانية ما هيش في عزلة، اليوم وزارة الصناعة الصيدلانية راهي تقرب من الناس، متعامل، مواطن، طبيب، كل فاعل في مجال الأدوية تقرب من وزارة الصناعة الصيدلانية. الهدف نعرفوا رأيهم، نعرفوا مشاكلهم في الميدان اللي ممكن تكون هي من بعد برامج لحلول تقدر تقترحها وزارة الصناعة الصيدلانية من خلال مراسيم، من خلال قوانين، من خلال التحسين ديجا كما يقول القوانين اللي ديجا خرجت. القانون هو القاعدة الأساسية نعم يعني لسير المجتمعات، يعني هي نفهم. مقاربة جديدة لوزارة الصناعة الصيدلانية في إطار البرامج اللي راك تحل، برامج الاستيراد التنظيم القبلي والبعدي، هذا مهم جدا عبر الطريقة الرقمية. اليوم مع برامج الاستيراد فيما يخص الكاي دي شارج، فيما يخص دفتر الشروط يعني الاستيراد، لازم المتعامل يعطينا برنامج توزيع تاع الدواء تاعو، احنا نعطيوه كميه يعني للدواء اللي راح يستوردها من الخارج من خلال دراسه ايضا للاحتياجات السوق، احتياجات السوق. البعدي هو وشيه، هو اذا لاحظنا مثلا اذا برنامج يعني توزيع الادويه هذه يقدر يصير فيه انقطاع او خلل يعني راح قال نعقبوا تال بيريود ما كانش دواء هذا، والله الكميه اللي عطيناك ما كفاتش. دكتور بالقاسمي شكرا. وصل فقط على عجاله، هل ممكن فرض مراقبه دقيقه لاسعار المواد الصيدلانيه المستورده وحتى المستلزمات الطبيه؟ ممكن تفضل اسعار المواد الصيدلانيه راهي مسجله ومراقبه من التسجيل تاعها، وما تقدرش تتبدل الا بامر وبال يعني لاكور تاع الموافقة تاع الكوميتي ايكونوميك. يعني ما كانش حاجة مقننة في الأسعار في الجزائر كيما الأدوية، يعني لي مارج مقننة تاع نعم لي مارج مقننة، الأسعار تاع المواد المستوردة مقننة بالعملة الصعبة، والأسعار تاع المواد المصنعة محليا مقننة ثاني بالدينار.
لا يمكن أن نتصرف فيه. شكرا لك سيد عبد الواحد في البلدان كاملة رأي صار هكذا شكرا جزيلا سيد عبد الواحد كرر. أنت رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، سعيدنا جدا بلقائك فعلا. دكتور بالقاسم أيضا شكرا جزيلا لك. أنت رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير الأدوية، ممثل وزارة الصناعة الصيدلانية. فتحنا إذن اليوم المجال واسعا جدا للحديث عن الحدث والحديث عن الملف في نفس الوقت. الملف طبعا كيف للصناعة الصيدلانية أن تلعب دور الريادة في مجال التنويع الاقتصادي الوطني وضمان الأمن الصحي. إلى الملف الدولي في تقديمه بدر الدين عباسي بعد الفاصل. تحية لك بدر. شكرا جزيلا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا إلى الملف الدولي. بداية بتطورات الوضع في شبه جزيرة القرم، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن محاولات إشعال حرب جديدة في منطقة دونباس الأوكرانية ستدمر البلد الأخير. تصريحات لافروف تأتي في تصاعد أو تأتي في وقت تتصاعد أو يتصاعد التوتر مجددا في دونباس عقب مقتل جنود أوكرانيين في إطلاق نار من قبل مسلحين، في الوقت الذي يتهم البرلمان الأوكراني موسكو بأنه أرسل قوات للحدود بين البلدين. تقرير في السياق للعربي قشال. يتزايد نشاط الحشد العسكري على الحدود الروسية الأوكرانية، وتتصاعد معه درجة الاحتقان والترقب الدولي خوفا من أي انزلاق يذكي جذوة خلاف قديم متجدد قد يدخل المنطقة في آتون حرب غير مأمونة العواقب بعد تجدد الاشتباكات بشكل متقطع في منطقة دونباس، أعقبه تبادل السلطات الأوكرانية والقوات الانفصالية الموالية لروسيا اتهامات بخرق وقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين. روسيا تصرح بأنها ليست طرفا في الأزمة، لكنها تتهم كييف بعدم التخلي عن خطط استخدام الخيار العسكري لحلها من خلال عمليات استفزازية على الحدود حسب تعبيرها، وتبرر تعزيز وجودها العسكري الذي وصف بالأكبر منذ 2014 بأن ذلك من مقتضيات ضمان أمنها، وأنها حرة في اتخاذ قرار نقل قواتها المسلحة على أراضيها وفقا لتقديراتها الخاصة. في المقابل تتهم أوكرانيا وبعض الدول الغربية موسكو بالتحضير لشن عمليات عسكرية على جارتها، يؤكده إبداؤها اهتماما مباشرا بأهالي منطقة دونباس الناطقين باللغة الروسية، وتصريحها بأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي حال احتدام النزاع المسلح. وفي الوقت الذي اكتفت بريطانيا بدعوة موسكو إلى خفض التصعيد، طالبت ألمانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قواته من الحدود. أما واشنطن التي رفعت درجة تأهبها الأسبوع الماضي فقد بحثت بواعث القلق مع شركائها في حلف شمال الأطلسي، وتحدثت عن إمكانية إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود خلال الأسابيع المقبلة لإظهار الدعم لأوكرانيا بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني بذلك. وقد حلقت الطائرات الأمريكية في المنطقة لمراقبة النشاط البحري الروسي. لعبة عض الأصابع بين موسكو والناتو على طاولة أوكرانيا توشك حسب المحللين أن تنتقل من مستوى التصريح والتلويح إلى مباشرة الخيار العسكري الذي عكسته المناورات الأضخم لروسيا تحت إشراف شخصي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس الأستاذ توفيق ويدرشيش المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ توفيق. خير تحليل للسادة المشاهدين. طيب دعني أبدأ معك من قراءتك لتوقيت عودة الاحتدام الروسي الأوكراني على الحدود، واتهامات يبدو أنها متبادلة بين موسكو وكييف حول من المتسبب مرة أخرى في إثارة هذا النزاع. صحيح، أولا الظروف التي أدت إلى ظهور هذا التصعيد القديم الجديد، يعني تصعيد قديم منذ ضم شبه جزيرة القرم وما تبعه من عقوبات اقتصادية والجسر الذي قام به بوتين بربط إقليم جزيرة القرم بروسيا بعد التصويت طبعا على الانضمام إلى روسيا. إذن هو قديم جديد، ولكن لماذا ظهر كما تفضلت، لماذا ظهر بقوة في هذه الفترة بالذات؟ أولا لعودة إدارة بايدن، يعني هناك بايدن أعطى نفس جديد، و
يعني دفع قوي للناتو بعدما صرح إيمانويل ماكرون بقال بأنه في حالة مرض كلينيكي يقصد بذلك الناتو وتوتر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. إذن الفتور الذي ساد عهد ترامب حالة دون يعني مساندة حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في مواجهة الخصم الجهة الشرقية وهي روسيا. إذن الكل لديه معطيات ولكل مطالب. هناك امتداد ثقافي من طرف السكان يعني مجموعة كبيرة لديهم امتداد أوروبي من أوكرانيا. روسيا تقول بأنها القوم مهدد لأنه في السابق كان في العمق الأوروبي يعني كان بعيدا نوعا ما خاصة في فترة حقبة الاتحاد السوفيتي كان من الأمن القومي أو التهديد القومي. نعم طيب أستاذ توفيق في هذا الإطار ودائما في إطار ما تحدثت عنه والصراعات الدولية في هذه المنطقة، من يحرك حقيقة برميل البارود من جديد في دونباس شرق أوكرانيا ولأي أهداف هذه المرة؟ طبعا إذا وضعنا بعين الاعتبار الأطراف الأخرى التي تحدثت عنها قبل قليل عدا روسيا وأوكرانيا على علاقة بما يحدث في شبه جزيرة القرم. يبدو أنه فقدنا الاتصال مع الأستاذ توفيق قدر شيشي. نواصل إذن هذه النافذة الدولية وفي موضوع آخر في الملف يتعلق بالملف اليمني. لقي 70 مقاتلا من القوات اليمنية مصرعهم في الساعات الأخيرة قرب مدينة مأرب الاستراتيجية في هجمات مكثفة شنها الحوثيون في مناطق تسيطر عليها السلطة في شمال البلاد. تفاصيل أكثر في تقرير حليم علا. المعارك في مدينة مأرب اليمنية ما تزال متواصلة بين الجيش اليمني والقوات التابعة لجماعة الحوثي حاصدة في آخر 24 ساعة أكثر من 70 قتيلا. المواجهات احتدمت بين الجانبين في مناطق الكسارة والمشجح شمال غرب مدينة مأرب ومنطقة جبل مراد جنوب المحافظة. وسائل إعلام نقلت أن نحو 30 مقاتلا من الجيش اليمني لقوا مصرعهم في حين قتل 44 مقاتلا من القوات التابعة لجماعة الحوثي خلال يوم واحد فقط. المصادر ذاتها أكدت أن الحوثيين حققوا تقدما ميدانيا في منطقتي الكسارة والمشجح بينما أوقف الجيش تقدمهم في جبل مراد في وقت قصفت قوات التحالف 12 آلية عسكرية للحوثيين. بالمقابل قال مصدر أمني إن الحوثيين كثفوا قصفهم على مناطق آهلة بالسكان في مدينة مأرب بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. ومنذ نحو عام يحاول الحوثيون السيطرة على مدينة مأرب الغنية بالنفط آخر معقل للحكومة الشرعية شمال اليمن. بموازاة ذلك وفي القسم الجنوبي من البلاد أعلن المجلس الانتقالي تعرض القوات التابعة له لاعتداءات متكررة في محافظة أبين. هيئة رئاسة المجلس قالت إن مقاتلين موالين لحزب الإصلاح قادوا هجمات متكررة على قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس في مديرية أحور ومناطق أخرى في مديرية خنفر جنوب البلاد. أجريت اليوم الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في تشاد التي يتنافس فيها 7 مرشحين من بينهم الرئيس المتهيئ ولاية إدريس ديبي الذي يسعى للفوز بعهدة سادسة. تقرير عبد الله بوزاري. فاتت أيام الحملة الانتخابية في تشاد بكل ما رافقها من تنافس بين المترشحين للاقتراع الرئاسي ومن أحداث أمنية أليمة أخرى. بدا منذ الوهلة الأولى أن كفتين لا ثالث لهما توزع عبرهما المترشحون 7. كفة لإدريس ديبي إنتو الرئيس المترشح وكفة أخرى لباقي المترشحين 6 فيليكس نيالبي، رومادو مانغار، ألبرت ماهيمي باداكي، جوفيل يومبومبي، بلتزر ألادوم جرما وبريز جيدنباي.
منطلقا من إرث يفوق 30 سنة من حكم البلاد، يعول إدريس ديبي إنتو على الظفر بعهدة رئاسية سادسة حين يخوض انتخابات الرئاسة لهذا العام، بينما يدخل باقي المترشحين بنفس منقسم جراء التضعضع الذي خيم على أقطاب المعارضة الذين نجوا من مقصلة الإقصاء للترشح لانتخابات الرئاسة. ما إدريس يتكلم ولا واحد آخر يتكلم، لكن الصندوق الصناديق يتكلم بعدين. 7.5 مليون صوت ستحسم نتائج التصويت الذي ينتهي الأحد بمشاركة عريضة لقوى الأمن بكل تفرعاتها، إذ يسمح الدستور في تشاد بتصويت أفراد الجيش والشرطة والأمن ببزاتهم الرسمية. النتائج الأولية التي سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء القادم يجري ترصيمها بعد شهر من طرف المحكمة الدستورية، وفي حال عدم حصول أي مترشح على نسبة أصوات 50%، تعلن المحكمة عن دور ثان يوم 23 من مايو أيار المقبل. من داخل الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، تواصل الناشطة الحقوقية سلطان خي الجهرة بنضالها في وجه الجلاد المغربي الذي يواصل انتهاكاته اللا إنسانية في حق الأرض وأصحابها. تقرير لنفع أحمد محمد. من قلب الوطن المحتل تحمل السلطانة وشقيقتها هم الوطن، فيصير في حضرتهما محررا، إذ تشق الأعلام فضاء أعز من أن تحتله جحافل احتلت الأرض وحاصرت المكان، علهم ينالون ممن بالمكان. على نهجك نهجك يا الولي نسير لفك قيد الوطن الأسير، على نهجك نهجك يا الولي نسير لفك قيد الوطن الأسير. بات محيط آل خيم حج المارة الصحراويين، إذ ينبضون عشقا لوطن يعيشونه بقلوبهم، وكل الأمل أن يصبح مشرعا بشرعية فوق كل بيت صحراوي، لا احتلال فيه أو حوله. حاصروا القناعات إن استطعتم، وامعنوا حملة القضية قمعا، فلن تدركوا أكثر من مبلغ ردات فعلكم التي ترمي تمديد حقبة الاحتلال يبرق المقاومون. فالمخزن أكثر الدارين والمدارين معا أن الجدران والأزقة في الصحراء الغربية إن هي نطقت فلن تنبس بغير الحرية، وفي صمتها تضامن مع أهل المكان، إذ تكتم الآهات قصرها. وفي فلسطين المحتلة، على مشارف الشهر الكريم، يحاول الغزويون هذه الأيام على غرار كل الشعوب المسلمة التحضير لاستقبال شهر صيام رغم الحصار وأزمة ندرة المواد الاستهلاكية، لتأتي المبادرة الجزائرية كعادتها لتخفيف هذه المعاناة من خلال إدخال بعض المساعدات. مراسلة لوسام بابو زيد. ما إن هل شهر رمضان الكريم إلا وبدأ الفلسطينيون الاستعداد للشهر الفضيل رغم كل الظروف التي يفرضها الاحتلال والحصار المفروض منذ 15 عاما وأدى إلى سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وضيق الحال. الأجواء حصار متواصل، الفقر متواصل، الرواتب فيها مشاكل، الناس يعني الله يكون لها معين في هذا الشهر الفضيل، عارفين انه رمضان يحتاج منا الكثير والكثير والكثير، ولكن الحمد لله رب العالمين الناس يعني تحاول جاهدة ان توفر احتياجات شهر رمضان.
فللعام الثاني على التوالي تفاقمت معاناة الفلسطينيين بسبب فيروس كورونا وارتفاع معدل الوفيات والإصابات وما تلاه من إغلاقات لمكافحة الوباء، وزاد على إثرها معدل البطالة والفقر واحتياجات أساسية للعائلات المحجورة. بالنسبة لقطاع غزة، الكل عارف أنه حصار مفروض عليه من 16 سنة، وإغلاق جانا الوباء هذا اللي هو وباء كورونا زاد من الحصار عندنا. احنا عندنا يعني 3 ايام مغلقين، فان شاء الله الروحانيات بتبقى احسن من الاسواق. الاسواق يعني الحمد لله. اوضاع رات فيها المبادره الجزائريه الفلسطينيه انها بحاجه الى توفير المعونات الاساسيه لمئات المحتاجين، لتبدا بتحضير مئات الطرود الغذائيه لتوزيعها خلال الشهر الكريم. هذه القفة جاءت بدعم من الشعب الجزائري لصالح الشعب الفلسطيني. جاءت هذه القفة في ظل جائحة كورونا، وفي ظل البطالة المنتشرة، وفي ظل الحصار المفروض على قطاع غزة. وهذه تساهم، هذه القفة تساهم وتساعد في تخفيف الأعباء عن السكان المحاصرين في قطاع غزة. فالفلسطينيون في الشهر الكريم يواجهون تحديات معيشية صعبة وقلة الإمكانيات، وما عليهم إلا أن يصبروا على الصوم وأن يتحملوا ما فرضه الاحتلال الإسرائيلي أو فرضته جائحة كورونا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. أكثر من 17 مليون شخص مهددون بسوء التغذية في منطقة الساحل، في وقت تتعالى فيه الدعوة على ضرورة التركيز على التنمية المستدامة لضمان أفضل الظروف المعيشية والمهنية للسكان. بالموازاة مع ذلك، هناك جهود لبسط الأمن والاستقرار بالمنطقة تسعى إليها الدول الإفريقية. تقرير في السياق لوسيلة بنبشي. أكثر من 60% من سكان بلدان الساحل الأفريقي شباب، وتزخر المنطقة بإمكانيات هامة، لكن رغم ذلك تعاني من مختلف الأزمات الاقتصادية والأمنية، ويعد نقص التغذية من بين الهواجس التي تواجه المنطقة، خاصة مع انتشار وباء كورونا. التبادل التجاري بين هذه البلدان تضرر بسبب النزاعات والوباء. صحيح هي منطقة في طور النمو وأغلب سكانها شباب، لكن تواجهها العديد من التحديات. الساحل منطقة شاسعة تمتد من السنغال حتى الكاميرون، وأغلب سكانها يعتمدون على الزراعة التي تضررت بفعل التقلبات المناخية. الفاو وجهت جهودها لمنطقة الساحل بسبب معاناتها من الكوارث الطبيعية كالفيضانات هذا العام، وقبل ذلك عانت من الجفاف بالإضافة إلى مشكلة النزاع، وهذا كان له الأثر السلبي على الأمن الغذائي. أكثر من 17 مليون شخص مهددون بسوء التغذية، ويواجه الأطفال الذين يولدون في الساحل عقبات متعددة للبقاء على قيد الحياة. التغذية غير الكافية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية في كل من النيجر، شمال بوركينا فاسو، في وسط وشمال مالي، وفي شرق وغرب تشاد. صحيح أن الإنتاج ارتفع هذا العام بفضل الأمطار وكذا عودة الشباب للاهتمام بالفلاحة بعد فشلهم في إيجاد عمل في المدن، لكن رغم ذلك هذه البلدان لا تغطي احتياجاتها الغذائية. هناك 30 مليون شخص يعانون من سوء التغذية. سكان المناطق الريفية هم أكثر عرضة لسوء التغذية، لهذا يعمل صندوق الدول للتنمية الزراعية فيدا المتواجد في كل بلدان الساحل على تنمية هذه المناطق وتقديم المساعدات والدعم للفلاحين من النساء والشباب، وقد خصصت ملياري دولار لذلك. فيدا منظمة خاصة بالفلاحين البسطاء، والكثير من العائلات يمكنها أن تعيل نفسها بالفلاحة.
من جانبها تعمل منظمة الزراعة العالمية فاو على تحسين الأوضاع في بلدان الساحل وتوفير كل المستلزمات لدعم الزراعة في المنطقة لتطوير الاقتصاد وضمان الأمن الغذائي عبر برامج على المدى الطويل. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الملف الدولي لنهار اليوم. عبد الملك محمد، شكرا جزيلا لك بدر الدين عباسي. وبنافذة الدولي نأتي إلى ختام الجزائر مباشر اليوم، نلتقي غدا. السلام عليكم.